هل يجوز أداء العمرة لأبي المتوفي؟ لا بأس أنك تحج عن أبيك المتوفى وتعتمر عنه، وهذا مما ينفعه بإذن الله إذا تقبله الله، لورود الدليل بذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يحج عن الميت وأن يعتمر عن الميت، فلا حرج في ذلك، بل هذا فيه أجر لك وفيه أجر للميت أيضاً.